بالنظر للمشاكل اللي كيعيشها المغرب الفاسي حاليا، يعني كنظن انهم كيقدموا نتائج طيبه بالنسبه، يعني ملي كنقارنوا المشاكل بالنتائج، يعني بالنسبه لي نتائج طيبه اكثر من هذا الشيء ما نقدروش نطلبوا من اللعابه، كنظن اكثر من هذا الشيء هذا اللي كيحققوه. كنتمنى يعني يتحلوا هذه المشاكل في اقرب وقت ممكن، لان كنتاسفوا الفرق كبيره بحال هذه اللي كتخبط في هذه المسائل هذه، وكنتمنى تكون غير سحابه عابره بالنسبه للفريق. الله يحفظكم الخوتات، انتم احتراماتنا اخوتنا هادو، الله يحفظهم.